أهلا بكم في تواصل دوت كوم، البداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع هجمات على مقرات تابعة للأحزاب وعلى شخصيات كذلك في العراق. الملف الأمني في العراق وصراع الأحزاب فيما بينها على تقاسم السلطة بدأ يلوح في العراق وسط تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي بأن هذه الطبقة السياسية مسؤولة عن الانهيار الأمني في العراق. حميد الموسوي وهو زعيم ميليشيا أنصار المرجعية تعرض منزله في محافظة المثنى إلى هجوم من قبل مسلحين. دعونا نتابع مقطع سابق لحميد الموسوي وهو يتهم بعض الميليشيات وتبعيتها إلى الخارج، فلنتابع. أن من ينتمي للوطن ويوالي غير الوطن فإنها خيانة عظمى، فإنه دجل عظيم، وإنه خداع كبير. هكذا تعلمنا من الإمام الحسين. أما أن يأتينا الصوت والتوجيه والإرشاد من خلف الحدود فهذه ليست عقيدة الإمام الحسين أيها الأخوة. فنحن نرفض هذه الانتماءات ونرفض هذه الولاءات ونرفض ونعلن بأعلى أصواتنا بلا خوف وبلا تردد ولا أي شيء يمنعنا في سياسة الولاء أن من يوالي غير هذا الوطن فهو خائن أيها الأحبة، محروم من سياسة حب هذا البلد. أعلم أن هذا الكلام يجرح، أعلم أن هذه الكلمات صرخات ورصاصات سوف تضرب صدور المتخاذلين والخائنين والمتقاعسين والذين باعوا ولاءهم إلى ما خلف الحدود. هذا ما تحدث به سابقا حميد الياسري زعيم ميليشيا أنصار المرجعية. نبقى في الملف الأمني في العراق والهجمات على مقرات ومصارف كذلك تابعة لأحزاب سياسية في العراق. تم الهجوم على مصرف جيهان وكذلك مصرف كردستان في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد. تحدث أحد المصادر الأمنية بأن هذين الانفجارين أديا إلى أضرار مادية كبيرة وكذلك إلى إصابة مدنيين. دعونا نتابع بعض الصور بعد الانفجار الذي استهدف مصرف جيهان وكذلك الانفجار الذي استهدف مصرف كردستان في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الهجمات على المصارف في بغداد وكذلك الهجوم على منزل زعيم أنصار المرجعية ميليشيا أنصار المرجعية في محافظة المثنى. منهم من علق وقال من العراقيين على منصة فيسبوك كعبود قال يثبتون وبالدليل القاطع بأنهم همهم الوحيد المناصب والفلوس ومصالحهم الشخصية ومو بحال الشعب ولا خدمة هذا الوطن. سجاد قال مستحيل يكون عمل إرهابي وإنما عمل لأحزاب اللي ما حصلت من الكيكة وضحيتها الناس اللي ما إلها ذنب، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ستار اللامي قال ما هي إلا بداية لأفعال الطرف الثالث. علي العمران قال عندما لا يتفاهم السياسيون فإنهم ينزلوا إلى الشارع لقتل الفقير وهذه الحالة ليست بجديدة العهد وإنما قديمة، فكل خلاف سياسي يتحمله الشعب الجريح.
نبقى مع أهم ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ومع معاناة الصحفيين العراقيين. تم اعتقال صحفي في العاصمة بغداد، وكذلك تم تهديد آخر بالقتل في محافظة كربلاء. طبعا تعرض الصحفي حيدر هادي في محافظة كربلاء إلى تهديد كما قال من قبل أحد النواب الذين خسروا في هذه الانتخابات الأخيرة. حيدر هادي يتحدث بأنه يتعرض بين الفينة والأخرى إلى تهديدات من قبل سياسيين ومن قبل زعامات ميليشياوية في العراق. دعونا نتابع ما قاله الصحفي العراقي حيدر هادي. طبعا هذا الفيديو راح أحكي به تفاصيل. بنفس المكان قبل 5 أشهر بالتقاطع مال الضريبة هددوني بالقتل، طبعا علي 4 سيارات، وللأسف رحت اشتكيت قالوا ما عرفناهم. هسه اليوم قبل تقريبا نص ساعة النائب حامد الموسوي الخسران التابع لأحد الفصائل المسلحة هددني بالقتل، قال لي وين ما ألقاك في الشارع أسحلك وسويك 4 وصل. طبعا المؤسف المبكي أنه بنص الناس وأمام الناس يم البيت الثقافي، زين، وبالتالي هو جماعته ما بيهم حظ لأن انسحبوا. أنا موجود هسه بالشارع هم راحوا. زين أنتوا خسرتوا بالانتخابات، إحنا شنو نضرب من الصحفيين؟ أيضا رئيس الوزراء أنت شنو شغلك؟ شنو دورك؟ يوميا قاتلين صحفي، يوميا مهددين ناشط، الناس كلها طلعت خارج العراق يقتلون بينا ونرجع لي ورا. وين الدولة؟ وين الحكومة؟ وين القضاء العراقي؟ أي شيء يصير على حياتي بهاي الفترة يتحملوه الفصيل التابع له وحامد الموسوي. دعونا نذهب إلى تعليقات الجمهور العراقي مع هذا التهديد بشكل خاص ومع معاناة الصحفيين بشكل عام في العراق. طبعا يوم أمس تحدث مركز الدفاع عن الصحفيين العراقيين وقال بأنه فقط في عام 2021 تعرض نحو 300 صحفي عراقي إلى اعتداء. نور تحدثت للأسف كربلاء تحت وطأة الميليشيات، أما محمد أبو الفضل فقال ما تقدر القوات الأمنية لأن الميليشيات المسلحة أقوى من القوات الأمنية. أما فلاح فقال يجب سحب حمايات النواب السابقين مع عجلاتهم وكتابة تعهد بعدم تهديد الصحفيين عمليات كربلاء حماية الصحفيين. أما أبو حيدر الكربلائي فقال هي الدولة وأنها البلد تحكم عصابات وميليشيات ومجرمين وقتلة. نذهب إلى ملف آخر ومع المحاضرين المجانين. المحاضرون يضربون في العراق. نذهب إلى محافظة واسط حيث اعتدت القوات الحكومية على محاضرين كانوا يتظاهرون أمام مبنى تربية محافظة واسط مطالبين بتوفير الوظائف ومطالبين بتوفير التعيين لهم بعد سنوات من الخدمة. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. وفي العاصمة بغداد أيضا اعتدت القوات الحكومية على المحاضرين المطالبين بتوفير الوظائف. هذا المقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أيضا في العراق، وتفاعل معه عراقيون وعبروا عن غضبهم واستهجانهم لضرب القوات الحكومية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع العراقي. دعونا نتابع. Say it!
نذهب إلى بعض تعليقات الجمهور العراقي حول هذه المقاطع التي تبين اعتداء القوات الحكومية على المحاضرين في واسط وفي بغداد. كرار قال: ثورة الخريجين التربويين والإداريين قادمة للمطالبة بإنصافهم وشمولهم بالعقود والدرجات الحذف والاستحداث. علي السوداني قال: العقد مطلبنا، حق كل خريج غير محاضر، أنصفوا الخريجين غير المحاضرين في العراق بالتظاهر للمطالبة بحقوقهم المغتصبة. ساهر قال: يجب محاسبة القوات الأمنية التي ضربت المتظاهرين. حوراء قالت: لن نسكت بعد الآن عن حقي، نازل أخذ حقي من حق التعيين، فهذا أبسط حق مقابل حصولي على الشهادة. نذهب إلى محافظة البصرة وبالتحديد إلى قضاء الزبير، حيث خرج أهالي قضاء الزبير بتظاهرات حاشدة وقطعوا جسر الزبير، وذلك احتجاجا على تردي الخدمات وانعدام البنية التحتية في قضاء الزبير في محافظة البصرة. دعونا نتابع هذا المقطع. الآن قطع جسر الزبير بالكامل، قطع جسر الزبير بالكامل بسبب سوء الخدمات في قضاء الزبير. تدافع بين قوات الشغب، مكافحة الشغب ومن المتظاهرين على جسر قضاء الزبير. إشكال الخدمات في قضاء الزبير. علق عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حول الخدمات في محافظة البصرة، ومنهم من قال في تعليقه على منصة فيسبوك أحمد قال: الزبير كل خدمات ما بيها، خطية والله، بيها مكانات من زمن الملكية ما واصلها خدمات. أما أحمد فقال: الزبير أغنى قضاء بالعراق هذا حالة. أما لينا دوسري فقط: مع كل أسف والله هذا حال الزبير وبصرتنا الغالية. كريم ساجد قال: لو حرص المسؤول على المواطن كحرصه على الكرسي في البرلمان كان إحنا بخير. نذهب إلى أنفوغرافيك. تمر هذه الأيام الذكرى 31 لعاصفة الصحراء بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أو ما يعرف بالعدوان الثلاثيني على العراق. هذا العدوان الغاشم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية مع أكثر من 30 دولة حول العالم في عام 1991، استهدف العاصمة بغداد واستهدف المحافظات العراقية وشن هجوم كان هجوما جويا في البداية، واعتمد على قصف البنى التحتية للدولة العراقية. دعونا نتابع هذا التقرير الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين حول العدوان الثلاثيني على العراق في الذكرى 31، أو ما يعرف بحرب عاصفة الصحراء. فلنتابع. أعنف وأضخم هجوم جوي دولي شبه حينها بالصواعق الضخمة المتساقطة من السماء هو العدوان الذي شنته أكثر من 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من كل الجهات على العراق فيما عرف بحرب الخليج الثانية، أو عملية عاصفة الصحراء كما تسميها أمريكا، متخذة في الظاهر اجتياح الكويت ذريعة للهجوم، أما باطنه فهو رغبة أمريكية صهيونية بتحييد العراق عن معادلة الصراع العربي الصهيوني. فجر 17 من كانون الثاني عام 1991 بدأ الهجوم الجوي على نطاق غير مسبوق بمشاركة أكثر من 2000 طائرة مقاتلة كأكبر غارة جوية في التاريخ وفقاً لخبراء بريطانيين، وأطلق من السفن الأمريكية أكثر من 100 من صواريخ توماهوك التي تستخدم لأول مرة في الحرب، ونفذت 1300 طلعة جوية خلال 24 ساعة الأولى، استهدفت كل المحافظات العراقية ولم تستثني هدفاً مدنياً ولا عسكرياً.
الجسور والمستشفيات وحتى المدارس كانت عرضة لصواريخ التحالف، وكان الأبرز دموية قصف ملجأ العامري المدني في بغداد، والذي راح ضحيته أكثر من 400 إنسان أغلبهم من النساء والأطفال. وبعد 40 يوماً على الغارات الجوية بدأت حشود التحالف بالتقدم صوب الأراضي العراقية، حينها واجهت مقاومة شرسة من الجيش العراقي في معركة الناصرية الشهيرة، ثم أعلن بعدها وقف لإطلاق النار. الرد العسكري العراقي المفاجئ بدأ في اليوم التالي لعدوان التحالف، وتضمن 39 هجوماً صاروخياً انطلاقاً من غرب العراق باتجاه أهداف داخل الكيان الصهيوني، الذي لم يكشف عن خسائره في تلك الهجمات إلا بعد عقود من التكتم، معترفاً بسقوط نحو 14 قتيلاً وإصابة العشرات. الدور المحوري الذي لعبه الجيش العراقي في الصراع العربي الصهيوني ما زال حاضراً في الذاكرة، فقد قدم العشرات من الشهداء بين صفوفه في أول حرب عام 1948 وما تلاها، وهو ما تشهد عليه مقابر الجنود العراقيين الشهداء في فلسطين. أهلا بكم من جديد. تفاعل عراقيون على وسم الوعد وزير النفط، يطالب الخريجو من معهد النفط بتوفير الوظائف وبتوفير التعيين لهم دفعات أعوام 2020 و2021. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم. إبراهيم يقول: لن نقبل بأن نكون ضحية للفساد والوعود الكاذبة، حقنا موجود والاستثناء العاجل مطلبنا. أما بتول فقط هذا التأخير في إصدار أمرنا الوزاري غير مبرر. كرار قال: منذ سنة ونصف ونحن نتعرض لقرارات تعسفية وإهمال من قبل وزير النفط. أما زينب فقالت: لا تجعلوا من خريجي معاهد النفط ورقة سياسية، هذا التأخير في إصدار الأمر الوزاري غير مبرر كوننا أصحاب تعيين مركزي ودرجات متوفرة. الوعد يا وزير النفط. نذهب إلى القصص المنوعة. دعونا نتعرف على فوائد العسل مع تقرير لموقع مجلة ميم، فلنتابع.
وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.